مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم وكل عام وانتم بالف خير. واصل مع حضراتكم تقديم مواد برامجنا لهذا اليوم من تلفزيون العراق البرنامج الاول. عند الساعة 6:30 نقدم لكم باقة منوعة من الاغنيات. اما الان ومن البرامج الجديدة نقدم لكم البرنامج الكوميدي التمثيلي الو محطة، تمثيل محمد حسين عبد الرحيم، راسم الجميلي وامل طه. هذا البرنامج من اخراج جمال محمد. أعزائي المشاهدين، رحب بكم أجمل ترحيب. أعزائي المشاهدين، إحنا الآن داخل هاي المحطة. قد تسأل عزيزي المشاهد شنو هاي المحطة؟ هاي المحطة عبارة عن أجهزة علمية حديثة مهمتها استلام جميع إشارات المندوبين الموجودين في جميع أرجاء. مرحبا مرحبتين. حلو، رائع. مو حلو، أنا أدرب نفسي حلو. لا لا، المكان اللي إحنا فيه كلش حلو رائع. أنا عبالي أنا حلو. إيه فعلًا، والمكان اللي إحنا فيه فعلًا كلش حلو رائع مثل ما تشوفين. العفو، أنا آسف. تفضل سريع. لا لا، أنا ما جاي هنا حتى أسري. أنا جاي حتى أحب. ما دافتي؟ أنا السكرتيرة الجديدة لهاي المحطة. ها إيه، قال لي المدير يا مرحبا، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيك، شرفت يا مرحبا. طبعا أخذنا ممكن أعطيش نبذة بسيطة عن هاي المحطة. مثل ما تشوفين إحنا داخل هاي المحطة، ومهمة هاي المحطة استلام جميع إشارات المندوبين. مندوبين؟ سؤالك حلو فعلا. لهاي المحطة بالذات مندوبين خاصين بها، مهمتهم نقل كل ما يدور في جميع أنحاء العالم بشكل منوع ومثير. و لا أعرف شنو وظيفتك هاي. ليش مدير ما قال لي؟ لا. أنا أقول لك مشكلة. أنا المساعد لمدير المحطة، وهو يعتمد علي اعتماد كلي وبدون مبالغة يعني وبدون إحراج، إنه هاي المحطة أنا جميع هالأجهزة نصبتها وأكون في ساعد. والعفو، ولو أطيل عليك الحديث أحب أقول لك إنه إحنا بهاي المحطة عندنا شغلات. هالشنو؟ شنو خير شكو؟ لو انت تدخل؟ شكو بيه؟ اولا السيجارة تأثر على مثل هالشي أجهزة. ثانيا التدخين أثناء العمل مرفوض. لا، ومين يقول مرفوض؟ إذا تريدنا نعمل الصورة صحيحة أرجوك تصحيحنا، والنظام جزء من العمل. بيه خلي كمل السيجارة؟ طفيها نفس واحد. طفيها وسعرها شوية. طفيها. بقى شوية منها. طفيها. زي راح طفيها. ايه يعني هو انت في طبيعة طفيها. راح طفيها يعني ما ضر. طفيها. معي؟ طفيها. طفيها شو؟ طفيها الجيجارة ممكن تطفيها؟ لا هاي وش خلوها؟ احفظها وياك. ارجوك للمره الاخيره تطبيق النظام.
والنظام جزء منهم. وأرجوك هاي جدها أخذيها وما أريدها وأنا أعرف. مرحبا. اهلا استاذ. يا مرحبا. اهلا وسهلا. بدون مجامله وحسد مواعيدك مضبوطه بالثانيه. طبعا الوقت مهم بالحياه، واللي ما يحترم الوقت والزمن يفشل بحياته. نعم استاذ. اقدم لك السكرتيره الجديده اعرف. يا اهلا وسهلا. يا اهلا. طبعا انت جاهزه للعمل مو تمام من هاي اللحظه؟ جاهزه استاذ كل حماس. عندك خلي بدي العد. استاذي هاي الارقام يمك وكل شيء جاهز. خلي اعزائي المشاهدين نحييكم من هاي المحطه اللي دائما تكون بخدمتكم. واللي عنده أي مشكلة أو شكوى أو مساهمة ما عليه الاتصال بهاي المحطة. وراح تلقينا عزيز المشاهد شبيك لبيك جاهزين بين يديك. طبعا تعرفين طبيعة عملك مو؟ نعم. فليكون شعارنا النظام، لأن النظام هو الأساس. معي؟ شنو؟ مو يا أبا. خلينا نبدأ الاتصال بالمندوبين. نعم. حتى نشرح لهم طريقة العمل. ثاني اسمح لي أستاذ. إيه تفضلي. تفضلي. هاي أول واحدة. أمل. أمل طاح. أمل. أمل. تابع اسمح لي. نعم. هذا هو موجود. شو أنت تعلمني أنت؟ ليش ما عرفاني؟ ألو أمل يا أخي هاي من تتعشى تنام. أستاذ العفو اسمح لي. تعتقد أمل شو متعشاية؟ واللي شنو أنا؟ أدي مطعم فتحنا أنا؟ شو متعشاية وش متغداية وش متريكة؟ متعقيبا على. ما شو اللي تعقيبا؟ تقول ايش بقى يا اخي؟ الو امل. ضرب الله عليك يا امل. مرحبا امل. رجال توجهي المحطة عندنا اجتماع مهم. امل هل جاك تتركت؟ حلو 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 حلو. شكرا شكرا. دمك خفيف بس طبعا مو اخف من دمي. ألو محطة؟ ألو محطة؟ نعم. علم أنا بطريقة إلكم. شكرا 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 شكرا. باي باي. هلاو. ألو ألو. مو من عنده من عنده من المندوب. جرب مرة ثانية. ألو على الخط الثاني ممكن. أنت خبطتني الخط الثاني والخط الثالث. شنو عندنا دنبله؟ الو ما بقول لك ما تعرف استاذ هاي الدنبله. لك شلون ما اعرف بابا؟ مو انا مختار على الجهاز. شلون ما الو الو. نعم الو محطه الو محطه. يا حبيبي ايه حنومي هسه قاعده البابا واخليه يجيب لك تفاح. ابو حازم ابو حازم ابو حازم. سكو سكو. حزومي شبي لعبه شغاطه وعتلك. لا اسم الله حزومي يريد تفاح. صعبه صعبه. شو تريد بابا؟ اريد تفاح. شو تريد؟ اريد تفاح. شو تريد؟ اريد تفاح. شنو؟ تفاح. ها اي اي هسه اقوم اجيب لك تفاح. تعال تعال. ها شنو من لعب بدل اكو غير حد يومي ساد الجهاز. اي كم مره قايل احد يلعب بالجهاز بابا؟ منو ساد البدمان؟ انا. بعد لا تلعب بالجهاز استهنيت. طيب بابا. طيب يلا يلا. الو الو محطه. لا سمعك ساد بوضوح. انفتح الجهاز. الو 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 اشنو سويت غني؟ رجع بكره رجع بكره. الو مندوب المحطه مندوب المحطه توجه للمحطه عند اجتماع مهم. صار استاذ بس اذا تسمح لي اتوجه لكم بعد شويه لان بدي اروح اشتري لابن حازم تفاح. تفاح هسه راح اجيب حزومي تفاح وبدربي راح امر على اهلي اشتري لهم كيلو تفاح. شنو يمه؟ الاهلك كيلو تفاح؟ لا عاد الطريقة همين اودي كيلو تفاح لاهلي. يعني كيلو بكيلو؟ اي طبعا. زين يا ولدي راح اودي كيلو لاهلي وكيلو لاهلي. راح اجيب لك تفاح حبيبي. يا الله.
رجاء اريد توزن لي 3 كيلوات تفاح كل كيلو بكيس. جاهز؟ اكيد. تعمل لك 3 كيلوات 3 كيلوات تفاح كل كيلو بكيس. انت بتحكي جديات؟ يعني مش ياخذها قبل؟ لا العفو بس يعني حضرتك وظف؟ مش عليك انت اخي وزن لي كل كيلو بكيس و3 كيلوات تفاح. حاضر. عيد يلا. حاضر. ترى مستعجل عند الجو. اتدلل. ابني جبار. 3 كيلوات. كل شيء في كيلو تفاح. يلا عجل عمك بسرعة بدور. تفضل اخويا. اشكرك. الحساب يا درجان. الحساب؟ اي الحساب. 27 دينار. كت؟ 27 دينار والسياسة على حساب المحل. ايش كيلو؟ 9. بدي اشوف لي مكان. لويش؟ 4 خواط. يا جماعة لحقوني دبروني اسعاف. كلش بسيطة هاي. هون هون زين. هتسوي العملية؟ لازم تسوي لك عملية. شلون لازم؟ قبل ما تودي غرفة العملية. نعم. أريد أطلب منكم في الطلب. أي قول قول تمر تدلل. أريد أسمع أغنية. أغنية؟ زين يا أغنية حتى تسمع. أريد أسمع أغنية. تريد مني التفاح وهي خدود التفاح. تريد مني التفاح إني أنا أجيب التفاح. يا ريت أطير فلاح وأجرع تمر ألوان. يا ريت أطير فلاح وأجرع تمر ألوان. تريد مني التفاح وإني أنا أجيب التفاح. تريد مني التفاح وإني أنا أجيب التفاح. يا ريت اطيرا فلاح وزرع تمر الوان. لا استاذ وصلنا هسه خبر عن طريق وكاله المحطه. خبر؟ اسمح لي استاذ. شكرا شكرا. عفوا استاذ شنو الخبر؟ خلينا نقرا الخبر. ها مقدم مادي الان يوصل المندوبين. نعم بالمحطه. ماشي ماشي. يقول لك في احدى المدن الغربيه استطاع الشاب في 25 من عمره. نعم. اسمه جون بارنس ان يحقق رقما قياسيا في الرقص. نعم. حيث استطاع ان يرقص 95 ساعه متواصله. شكد 95 ساعه؟ اي الله. هذا الشاب توقف عن الرقص خلال ال 95 ساعه 3 مرات فقط. ليش؟ المره الاولى حتى يشرب مي شويه. زين. والمره الثانيه حتى يسند ظهره على الحائط. زين. والمره الثالثه حتى ياخذ غفوه لمده دقيقتين فقط. والجدير بالذكر ان هذا الشاب عاطل عن العمل. استاذ سؤال بس. ايه انت اذا رقصت كم ساعه في شنو هاي؟ شنو الإشارة هذي؟ أستاذي أنا فهمت السكرتيرة قلت لها من يطول المندوبين. إيه. تنطيني إشارة. وأعتقد المندوبين وصلوا. تؤمر. هاي الإشارة الأزرق هو الإشارة غير شكل تختلف عندي. لا مو هاي الكونديسة أنا غيرتها. الكونديسة غيرتها. زين زين. شو تؤمر أستاذ؟ خلي تفضلون خلي تفضلون.
وقت إخلاص خليت تفضلون المندوبين السيد المدير رايدهم. لا أستاذ أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. يا أهلا. يا أهلا. يا أهلا وسهلا. فاضي تريحي. أهلا وسهلا. يا أهلا بيك. أهلا. أهلا. إذا هذا أخوك وألف الوفاء ابنها. لا أستاذ أرجوك. أنت تعرف كل زين. أنت مجاما على حساب الحق. عمرها الواسطة ما كانت سبب في نجاح إنسان، أو عمرها ما كانت القرابة سبب في تحريم إنسان. يقرب لي او ما يقرب لي اللي يثبت كفاءه هذا الانسان هو عمله. يقرب لي يشتغل زين اهلا وسهلا، يقرب لي ما يشتغل زين نقول له انت مقصر وتفضل ابعد، لان المقصر ما الى عيشه بيناتنا ابدا. اما القرابه والاخوه ابدا عمرها ما كان لها اي علاقه بالعمل او نجاح العمل. بس يا اخي الشبه بيناتكم فظيع. استاذ انت ما سامع؟ يخلق من الشبه 650. تقصد يخلق من الشبه 40؟ لا استاذ لا، مو يخلق من الشبه 40. ايه 40 هاي قبل، هسه 650. تدري ليش؟ ليش؟ لان الاسعار قابه نار، كل شيء غلى. العفو، ممكن نتعرف على اساميكم؟ ايه انا اسمي أمر طه. يا اهلا وسهلا. والاخ؟ أنا اسمي محمد حسين. يا أهلا وسهلا، شرف بيكم إحنا. العفو طبعا، أنا رحب بيكم وأريد طبعا تعرفون عملكم تمام، بس أريدكم شوية تضعفون جهدكم، ورح نجهزكم إحنا بمركبة فضائية طائرة، وهاي المركبة بها جهاز إلكتروني، وبهذا الجهاز توجهون المركبة لأي مكان تريدون تروحون به، وتشتغل هاي المركبة بكلمتين فقط: حلق يا سمسم. لا يا عفو. اي اي دار هاي اشاره 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 النهوض. تفضل استاذ. اي افتح الاتصال، يمكن اغنيه والله. المنطقة
المشروبات كلها جاهزة. شكرا يا خلاص. شكرا. خلاص لازم عاجبين يخلق من الشبه 650. شنو هاي؟ ايه استاذ، هاي اشارة النهوض. هل بفضل اتمناكم الموفقية، تفضلوا لعملكم. الو محطة، الو محطة، هل تسمعوني بشكل جيد؟ الو 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 الو، لا تبعكم بروح. الو 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 محطة، الو محطة، الو محطة، الو الو استاذ، الو تسمعني زين؟ امدت لكم بروح بروح بروح. الو محطة، استاذ افتح لي اتصال عني قبل امل. الو لا اسمعكم اثنين اتصال. المن افتح لي اتصال استاذ. اعتقد هاي قبله استاذ كذابة عني قبلها. لا 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 استاذ، انا مو كذابة، انا في قبله. اخوان حلل الاشكال، راح نطبق قاعدة الجبول في السيدات اول. اوكي استاذ، اذا السيدات اولا فاني قبلها. هي قبلي. اشنو امال؟ اذا الصوت عندك عطل حاولي مره ثانيه رجاء. راح نستلم رساله اخ محمد. كل شيء بدي اسمع امال. ها شو شغله هذه؟ الو مراسلنا محمد. استاذ اسمعك بوضوح، اجب. عندك اتصلت بينا قبل شويه، ارسل الماده بسرعه. استاذ نعم، عندي سؤال مهم. تفضل. شو راح نتغدى اليوم؟ مو عندك حبوب الغداء كلها عندك؟ استاذ ارجوك اسمعني. نعم. بالنسبة تسمعني جيدا، بالنسبة لحبوب الغداء. ايه. حبوب التشريب خلصت، تسوي؟ تعمل حبوب القرنبيط. استاذ. نعم. هل تسمعني؟ لا اسمعك. ايضا حبوب القرنبيط خلصت، تسوي؟ تعمل حبوب الفاصوليا اليابسة. استاذ اليك المادة اللي راح ارسلها. تفضل. استاذ من زوايا البرنامج الجديد زاوية اسمها الكاميرا الخفية. هاي الكاميرا الخفية زاوية جديدة راح تكون في داخل برنامج ألو محطة. فكرة هذه الزاوية راح تكون الأحداث فيها حقيقية 100%، يعني ما راح تكون تمثيل في تمثيل، يعني مجموعة ممثلي ألو محطة راح تنتقل إلى الأماكن الحقيقية وتكون الأحداث حقيقية 100%. طبعا طبعا. من شغل بسنا مقدمة على مناسبة بغداد. وين مقدمة؟ تعالي يا عمي. ما تسمعني؟ لا والله ما داتي. العفو. ايه. بنتي مقدمة خريجة الإدارة والاقتصاد. ايه. من المحاسبة. نعم. مقدمة على الأمانة وعندي شغل هم بالأراضي داتي. عندك شغل بالأرض؟ ما لي شغل بالأراضي. والله على قطعة أرض. روح للطابق الخمسين. بس المصعد عاطل تقدر هذه السكك؟ لا مو مشكلة، تقدر نشوف النتيجة مع القبول. زين. البنية مقدمة على السكك؟ العفو. وين؟ محاسبة الأمانة بغداد. يوم 18 تطلع النتيجة. ماكو فاشلة بزي. يعني فاشلة. شلون فاشلة يعني؟ ما نجحت بالامتحان بالاختبار. في اختبار يعني؟ تقول اختبار شنو؟ مقدمة معاملة على توظيف يا استاذ. تصير عصبي يعني. انا ما مقبولة. من يقول له مقبولة؟ خلي راح اشوف انا غرقان. شلون تصير حالك كيفك؟ تصير كيفك شلون يصير؟ مو اسعد اشوف بالامانة. خلص هالمعامل صفت افراد وجهها بالعدل. شلون؟ عندك النتائج اشوفها. عشان بعد تحاجيش نعدي النتائج. أنا نابلس معلومات. قلت أروح أجيب المعاملة. بلغوني يا أخي، بلغوني لا تصير عصبي. أنا بلغوني قالوا المعاملة ما مقبولة. من يقول؟ أنا أقول لك شنو من يقول؟ أروح أجيب المصريين المعاملة مالتها مقولة الطيني الأولية. طب فكر رقم تاريخ هسه. فكر رقم تاريخ. رقم تاريخ تجاوبي. أوراق مالتها يا أستاذ. أوراق اللي قدمنا بها الشهادة. أنا مراجعين ويا عمي ثاني بعدين. أنا ما عملت فيها. أول مرة. شنو أول مرة؟ ما جاء قبل ما شاء الله. قاعد يقترب كل طفل على عيني وعلى راسي. لا تضحك علي انت. لا العفو يا حبيبي. انت ما بتقول لي ما مقبوله. ما مقبوله. ما فشلت بالامتحان، وكم امتحان عندنا؟ شنو امتحان؟ مو امتحان يا استاذ. روح تفضل. فايل شنو؟ روح الفايل وروح وصعد. تقول فايل، فايل من هو؟ جيب الفايل. فايل يا شو هذا؟ شو شغله ثاني؟ تعال خالي، خالي تعال. تعال. هاي الكاميرا الخفية. من التلفزيون وتنزل تعصب همزة ما ضربتني. العفو. هذه جدا ناسف. روح تعال اطلب اغنية. اطلب اغنية شو تريد نقدم لك؟ قاعد بكت. قاعد بكت. ولا اطلب انا قالاني الاسمر ما يقل لي مرحبا. يا حلو كثير الهلق ابو محمد.
شكرا. هلا ولادي محمد. شكرا ابو طارق. شكرا 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 ابو طندس. بالحقيقة يزيدنا فخر. طبعا أنا قلت له أبويا. لا يزيدنا فخر بأن نكون عائلة واحدة تحت سقف واحد. وصدقني يا عمي. بالحقيقة محمد متربي. ترى مربى هو. متربي تربية خاصة. من هو؟ يا بالعفو شنو هاي؟ عيب لك. يا محمد من هو طفل كل ما يجي عباله طوبة ويمشي مر على خير. جلس ما شاء الله. بالحقيقة من شان عمره 6 سنين تمرض انصاب ابو صفار ودينا له. مثلي ابو صفار. انا ابو صفار وانت ام صفار. خوش تهدر الجذر يلقى قبق ماله. شلون جذر وشلون قبق؟ على كل الطبيب قال لا توكلوا جبر جبت للبيت ورا يومين انتقص مسخن. يا محمد شو بيه محمد؟ قالت والله ابو محمد هذك امك كده زبر. قالت وجعتك من امك كده زبر. قلت لها شوفي حلقة ملغم بالباذنجان. من هو طبل يموت على الباذنجان ولذلك حب صندس على محبة الباذنجان. ما قلت وين سخنته؟ لا ابو محمد ابو محمد نعم عوف الباذنجان على سطح. اي ما ادري الموضوع اللي جايين من اجله شنو؟ تجيك الحكاية. الموضوع اللي جايين من عليه نريد نربط بين الجدر والقبغ. يا ابا احكيني يا ابا. ايه تفضل ليش لا؟ بالحقيقة والواقع عمي يعني اني ماكو اعز من سندس على قلبي. الله يحفظك. وبدون مجاملة انت عزيز علي. يحفظك الله. وهي عزيزة علي وانت عزيز علي وشلون اقدرك يا العزيز. بارك الله بك. فاني اسمح لي اقدم النشان اللي جبته لسندس. ابني محمد شنو هالزحمه؟ ما تقول لي شنو هالزحمه؟ ارجوك. ترى ازعل ما اقبل. لا عزيزه على قلبي خطيبتي. اسمح لي اقدم اعز واغلى نشان لقيته بالسوق. تفضل. اسمح لي. ايدك لا تفضل. قبل مسخن وجهك. لا بس نزل. تفضلي. بيض عيار 24 حباية. أكبر الله. بيض حبيبي هسه اكتشفت فعلا انت تحبني. بيض افراحي لكم تضحكون اضحكي لكم اول يمسكم يمسني روحي تتعذب قبلكم اول يمسكم يمسني روحي تتعذب قبلكم احبكم. تقدر تعدد لي 3 حيوانات منقرضة؟ والله هذا سؤال. يلا من الحيوانات المنقرضة التنين. صح. الديناصور. هم صح. الدجاج. هم صح. يابا اشرك خير بشكل جاهز. اكثر ربع دجاجة الاولى. اكثر طلع عنا ورد. اقول لك اكثر العشر يا محمد. حصل الدجاجتين وش راح تسوي؟ راح اذبح طلي. حول يا غنام حول باتنين اهل حول يا غنام حول باتنين اهل قل لي يا غنام بالله شيء